أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور جاسم المطوع، الخبير الاجتماعي والتربوي الكويتي. حياك الله دكتور. الله حييك أخوي تركي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني عندك ما شاء الله تاريخ طويل من الحديث إعلاميا تلفزيونيا عن قضايا تربوية واجتماعية، هي التي ستكون اليوم لب حديثنا. خلينا دكتور نبدأ من مقال كتبته حضرتك في صحيفة اليوم في 14/5/2012، وكان عنوانه 15 قاعدة نتجاوز بها ألم الطلاق. تقول في هذه المقالة: في بداية حصول الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة، أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. أضفت: استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة وتعامل معها بوضوح، خطتك لانطلاقتك واجعل من الطلاق انطلاقة. أشرت أيضا خلال المقال أنه لا توجد في مجتمعاتنا مؤسسات تقي أفراد هذه المجتمعات من الوقوع بالطلاق وتساعدهم في تحقيق الطلاق الناجح لو لزم الأمر. نحن بحاجة لثقافة تسريح بإحسان وليس تسريح بانتقام. كيف يمكن أن يكون الطلاق انطلاق؟ والله يسلمك. طبعا هو من المصطلح نفس الطلاق انطلاق، يعني ولكل امرئ من اسمه نصيب، فدائما نستطيع حقيقة أن نستفيد من هذه المصطلحات في اللغة العربية. الإشكالية اللي عندنا احنا الآن أنه بمجرد ما يصير الانفصال أو الطلاق تشوف في تقهقر في الأسرة وكأن في فيروس أو مرض بدأ ينتشر، بينما الطلاق نفسه هو حدث ممكن أن يكون في أي أسرة من الأسر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر في تجربة الطلاق، الصحابة مروا في تجربة الطلاق. فالطلاق من طلق النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته لما وطلق كذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنه، نزل جبريل وقال له إن الله يقرئك السلام وإنها زوجتك في الجنة فارجع إليها، فردي على حفصة رضي الله عنها. فالشاهد من الطلاق، الطلاق هو عندنا احنا في الإسلام نعم هو أبغض الحلال، لكن بنفس الوقت هو يعتبر علاج. وأنا طلقت كثير من الحالات، يعني تعرض علي حالات أقول لهم الدواء الناجح هو الطلاق. لكن وين الإشكالية؟ الإشكالية احنا ما عندنا مؤسسات رصد للظواهر الاجتماعية. يعني الآن احنا في 2012، المفروض عندنا مراكز بحثية تقول لنا في 2013 كم أسرة عندنا مرشحة للانفصال. خليني دكتور أؤكد على كلامك. في السعودية على سبيل المثال الإحصائيات تقول أن أكثر من 60% من حالات الزواج تتعرض للطلاق في السنة الأولى. هل هذه النسبة في تقديرك نسبة إيجابية سلبية؟ أنا طبعا بالنسبة للأرقام عادة أتوقف. ليش؟ لأنه في إشكالية عندنا في قراءة الأرقام. يعني مثلا لما تسوي أشعة الآن في مستشفياتنا في دولنا النامية أحيانا تقرأ الأشعة غلط. فهي ليست القضية بالأرقام وإنما كيف قرئت الأرقام. طيب الحين هذا رقم 60% من زواجات سنة واحدة تتحول إلى طلاقات، شلون تقرأه أنت؟ هو لو كان هذا الرقم فعلا هو واقعي والحسبة صح والرقم صح، لا شك أنه هذا مؤشر خطير لابد من علاجه ولابد من إدراكه. ولذلك علاج مشكلة الطلاق أصلا تربويا من يوم عمر الطفل يوم هذا العلاج. أنا ما عالج الطلاق. كيف ممكن الطفل بيوم نعالج فيه قصة الطلاق؟ أنا أقول لك كيف. أنت كون إحنا ندرب الطفل والربي فيه على مهارات الخلاف، وإذا أحد قال لك لا كيف تتعامل معه، وإذا أحد قال لك هذا غلط كيف تتعامل معه. لأن الإشكالية اللي قاعدة تصير عندنا الحين ناس كبار لكن ماشيين بمنهجية الطلاق السريع على وزن الوجبات السريعة، وبالتالي صار خلاف بينه وبين زوجته الساعة 4 العصر 4 و5 هو مطلق خالص. ليش؟ لأن ما تدرب ولا تربى كيف يتعامل مع الخلاف لما يصير. وهذا قاعد يصير عندنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. إما أن يظل الاتفاق تماما ولا على طول الحل في الطلاق، لأنه ما هو شايف خيار ثاني. لكن لما أنت مثلا لو يجيك ولدك عمره 4-5 سنين ويبكي، إيش فيك يا ولد؟ قال والله فلان ضربني. تقول له طيب يا بابا اللي ضربك شو تسوي؟ بس بمجرد ما تسأله السؤال مخه تفتح، صار يفكر في حلول، ما صار بس يفكر انه على طريق واحد اللي ضربني ضربه. طيب ماشي اللي ضربك ضربه لكن ما في حلول ثانيه. فتبدي انت تتعامل معه بهالمنهجيه، يصير لما يكبر يتعرض لاي مشكله في حياته سواء مشكله اسريه او زوجيه او مشكله في الحياه عنده اكثر من خيار في التعامل معها ومنها قضيه الطلاق. طيب حضرتك دكتور قبل قليل قلت انه الطلاق هو انطلاق. نعم. كيف ممكن نحول الطلاق الى انطلاق؟ هو لانه الطلاق الله يسلمك هو الم. وأي إنسان يمر في ألم دائما في مراحل الأولى يبدأ ينعزل لأي محنة تمر عليه، وبعد ما ينعزل يبدأ يفكر في الحدث، وبعدها يبدأ الانطلاقة
فلما ينطلق يكون مستفيد من تجربته الماضية. ولذلك أنا أنصح من دخل في هذه المحنة أنه فترة استراحة المحارب هذه يأخذها فترة تأمل وبعدها ينطلق، وأنا عندي نماذج وأعرف نماذج. كيف يعني يروح في إجازة مثلا يجلس لوحده؟ ممكن يعني في مقالات ممكن يقراها، في صداقات ممكن يصادقها، ممكن يلعب نادي رياضي، ممكن يعني يخرج من جو إلى جو جديد. بالضبط. يعني أذكر أنا عندي تجربة من شهرين، امرأة يعني اتصلت فيني كانت محطمة تماما لأنه طلقها ظلم يعني، والقصة في المملكة العربية السعودية. فقلت لها أكيد أنها واحدة من 60% هذول، ما الله أعلم. فقلت لها إيش عندك حواليك؟ قالت والله عندنا نادي يدرب غوص. قلت لها بس روحي تدربي غوص في البحر الأحمر وعيشي. وفعلا بعد شهر اتصلت قالت صراحة طلعت من المعاناة اللي أنا فيها. قلت لها شلون؟ قالت لما أنزل تحت البحر وأسبح وغوص تقول أنسى الدنيا وما فيها وأعيش بمخلوقات الله عز وجل الموجودة والبحر الأحمر ومناظر جميلة. وقيس عليها واحد، أنا مرة عندي نفس الشيء، هم يايني مكتئب نفسيا. طيب إذا الواحد عايش بالرياض ما عنده بحر أحمر وش سوي يعني؟ عندكم غوص بالبر، عندكم بر زين هناك، شو أنا مجرب بر الرياض. يعني نفس الفكرة دكتور أن يخرج الإنسان من هذه الدائرة التي ساهمت في مأساته إلى دوائر جديدة يكتشف فيها نفسه. بالضبط. ولذلك شوف هو في التصنيف أكبر محنة يمر فيها الإنسان الموت. بعد الموت الطلاق. يعني إذا كان تصنيف المحن اللي يمر عليها الإنسان حسب ما يقولون علماء النفس 180 محنة، رقم واحد الموت، وهو أشد شيء يمر فيه الإنسان. بعدها الانفصال، وخاصة لما يكون الانفصال وين يأثر؟ اللي صار ظلم. أما لما يكون أنت طالب الانفصال بالتالي أنت ممكن تنفصل وأنت مستريح ما عندك مشكل لأنك أصلا في معاناة. لكن لما يكون الإنسان مظلوم أو الانفصال جاي على غرة، هني الإشكالية. ولذلك اللي أنا أنصح فيه أن تكون عندنا دراسات ومراكز بحثية لاستشراف المستقبل، لأن إحنا الحين في العشر سنين القادمة كيف رح نتعامل مع هالمشكلة وعندنا أجيال قاعد تكبر وأجيال قاعد تتزوج، وبالتالي لازم نستوعبها. طيب كيف ممكن نحكي عن مواصفات الطلاق الناجح؟ الطلاق الناجح طبعا فيه له عدة اعتبارات. اللي وصف القرآن بتسريح بإحسان، ما هو التسريح بإحسان؟ أنه يطلق من غير انتقام، ويطلق أنه يعطي الحق لأهله. يعني الحسن بن علي رضي الله عنه طلق زوجته، عطاها 10,000 درهم لما طلقها. أنا صارت معي مرة لما كنت قاضي في المحكمة، يا واحد يطلق زوجته قال لي كم نفقة المتعة؟ حسبتها له، طلعت معي بالحسبة في الكويت على حسب القانون الأحوال الشخصية مدة سنة 1300 دينار. كان أقول له وقتها عاد 1300، كان يكتب الشيك قدامي ب5,000 دينار. قلت له يا فلان أنا قلت لك 1300، قال لا والله إنها تستاهل وبعطيها 5. هذا معناته طلاق بإحسان. طبعا ليست المادة فقط هي الموضوع، لكن جزء من الموضوع أيضا. الثاني التنسيق على الأولاد. أنا شهدت قصة طلاق الأسبوع الماضي، وكتبت الخطة لتربية الأولاد وفي أي جامعة يدرسون، والأولاد اليوم عمرهم 6 سنوات، وكتبت في أي جامعة يدخلون. فلما المطلق والمطلقة يتفقون على نظام تعليمي للأولاد على مدى 16 سنة للأمام، هذا تسريح بإحسان. فالقضية ليست قضية انتقام أو تشفي أو يأدبها أو ينتقم منها أو هي تأدب ويروحون المحاكم. ولذلك شوف المحاكم مليانة وأغلبها دعاوى كيدية من أجل أنه هو يبي ينتقم أو أنه هو يبي يطلع حرته في هذا الحدث اللي موجود. أكيد سمعت دكتور عن حفلات الطلاق اللي تقام في مجتمعات الخليج ومجتمعات عربية والتي تقيمها النساء فرحا بطلاقهن، وين تقرأ الظاهرة بوصفك خبير تربوي واجتماعي؟ هو الطلاق هو حدث يمر فيه الإنسان، في ناس يزغردون لأن دخلت في معاناة ما يعلم فيها إلا الله، وتتمنى ذاك اليوم اللي تتخلص من هذا السجن الموجود. الصراحة ما نلومها لما تسوي حفلة، وهذا حقها، وخلها تستانس. إذا هذا الموضوع هي شايفته نعمة وشايفته فرح، الله يوفقها، ولا عندنا مشكلة في هذا الموضوع. إذن يمكن قراءتها مش بالضرورة على أنها ظاهرة سلبية. بالضرورة أبداً. طيب هل يمكن يعني الذين ينتقمون بالطلاق ماذا يريدون؟ هل يتشفون؟ لأنه أنت قلت في تسريحهم بإحسان أو تسريحهم بانتقام. بالضبط. الانتقام هو تشفي لا شك، ولذلك يقعد بعضهم شو يسوي يعني يعذب ويجرجر يماطل
وخاصة لما تصير بعد يخليها كالمعلقة المحاكم نفسها ما تنظر في القضية إلا كل 4-5 أشهر مرة، وبعدين لما تروح تشتكي قبل المحاكم تروح الداخلية، الداخلية نفس الشيء بعد تماطل، يعني قضية الطلاق تقعد لها 2-3 سنين، حرام. إحنا قاعدين حقيقة ندمر البيوت وندمر الأولاد في هذا التأخير اللي قاعد يصير، سواء على مستوى المحاكم أو مستوى المؤسسات المساعدة للمحاكم في التخليص لمثل هذه القضية. طيب دكتور، خلينا ننتقل لمقال ثاني حضرتك كتبته أيضا في 23/4/2012 في اليوم، قانون 5 في 5 لحفظ أبنائنا تكنولوجيا. نعم. طلبت بتأسيس أيضا مراكز بحثية في فقه المستقبليات الاجتماعية لنحسن التخطيط للمستقبل العائلي ونساهم في تخطيط الأمن التربوي على مستوى الأسرة والمجتمع. هل تعتبر دكتور جاسم مطوع الخبير التربوي والاجتماعي الكويتي أن تعلق الأطفال المبالغ فيه بالتقنية أمر سلبي؟ هو إذا كان مبالغ فيه فهو أمر سلبي، لكن إذا لم يكن مبالغ فيه فهو ليس بأمر سلبي، وبالعكس اليوم إحنا لازم نعيش أولادنا يصيرون أبناء زمانهم. وابن هالزمن هو ابن التكنولوجيا وابن الديجيتال، وبالتالي أولادنا لازم يدخلون هذه الصناعة ولازم يتعاملون معها ويتعاطون معها. بس أنا أقول لك وين الفرق، الفرق بين الطفل الغربي والأجنبي إن من أظافر أصابع وهو صغير يدربونا أنه هذه وسائل للبحث كما هي للترفيه. إحنا في عالمنا العربي نتعامل معها أنها هي وسيلة ترفيه فقط، أما أنها هي وسيلة معلومة أو وسيلة بحث تعلم أو تعلم، هني الإشكالية اللي موجودة عندنا، وبالتالي هاي تحتاج شوية وعي. وأنا أشوف حقيقة الآباء والأمهات وهم اللي ما هم قادرين يواكبون هذا الحدث، وبالتالي احنا قاعد نخاف من عيالنا وقاعدين نمنعهم من التواصل من خلال التكنولوجيا. ولذلك اولادنا شو اللي قاعد يصير؟ قاعد يتواصلون من وراء ظهرنا، وهذا التواصل حقيقه كله بغياب الوعي عن الوالدين. انا من يومين يسولف لي واحد يقول لي انا في السوق ولدي عمره 14 سنه سلم على بنت كانت تمشي. قلت له يا بابا ما يصير تسلم عليها، ما نعرفها ولا تعرفنا. يقول كان يطلع تلفون ويقول شوف بابا حسابي في التويتر في 200 بنت كل يوم اصبح عليهم، يعني انت بتلومني على هالبنت الواحده؟ يقول لي ما عرفت شو اقول. قلت له انت ما عرفت شو تقول لانك انت مو عايش بزمنك ولا عارف واقعك. وش مفروض يقول له؟ بيض الله وجهك ما قصرت. مره ثانيه انا اقول هذا الحدث نفسه، حدث التكنولوجيا نفسه، لابد احنا كنظام داخل البيت نحط نظام تربوي. يعني متى الصبي او البنت يستلمون الهاتف النقال وكيف مثل الأوقات؟ طيب دكتور، يعتمد على حسب نضج الولد، لكن كل ما أخرته كل ما يكون بالنسبة لي أنا أفضل. بعدين لما يستلم الهاتف النقال هل يستلمه مع الأنترنت ولا من غير أنترنت؟ ثم إذا استلمه وعليه ممارسات سلبية ولا خاطئة، ما هو موقفي؟ أو إنه يستلمه باحترام ويستخدمه طيب. زين، الشيء الثالث، هل يستخدمه وقت الإجازات؟ ممكن أعطيه بس يوم خميس وجمعة ولا أعطيه طوال الأسبوع؟ وإذا كان طوال الأسبوع هل أعطيه باليوم ساعتين ولا أعطيه 24 ساعة؟ هذه كلها أسئلة لابد أن تناقش حتى نستطيع أن نوصل لرأي سليم. وهذه كلها ترى قائمة على اجتهادات. ليش أنا مساعة قاعد أقول نحتاج إلى مراكز بحثية ومراكز دراسية؟ أنت الآن أي دراسة اجتماعية عندنا في منطقة الخليج تقعد تبحث عليها وتتعب عشان توصل حق بحث ولا دراسة. ليش؟ لأنه الجانب الاجتماعي إحنا ما عندنا فيه اهتمام كبير. الجانب السياسي رقم واحد، والجانب الأمني هو رقم واحد، والجانب الاقتصادي رديف للجانب السياسي. طيب وين راح الاجتماعي؟ علما بأنك أنت ما تنجح سياسيا إذا ما كنت قوي اجتماعيا، ولا تنجح اقتصاديا إذا ما كنت قوي أنت اجتماعيا. فأنت الآن في مبادرات كثيرة لابد أن احنا نوقف عندها ولابد أن احنا نشوفها حتى تنجح سياسيا وتنجح اقتصاديا. البنية الاجتماعية لابد أن تكون قوية. بعدين تعال شوف شيء ثاني، احنا دول الخليج عندنا ترى 60-65% منا طبقة شباب، وهدول ترى جايين كلها 5 سنين قدام. إذا احنا ما عرفنا كيف نستثمر هالطاقة ولا نستوعبها، معناته احنا قاعدين فقط متفرجين، راح يصيرون هم اللي يديروننا. وهذا اللي واقع اللي قاعد يصير الان. الاب والام اليوم رافعين ايديهم، صاير الولد هو اللي يدير البيت والبنت هي اللي تدير البيت، ولا يملكون ولا يقدر الاب والام يقول نعم، ما يملك، لانه عنده من الحيل ما يغطي الاباء والامهات وهم على غير وعي ابدا. انا من يومين واحد من الاولاد شو مسوي، يعني تكون امه بتصيدها، قالت لا ما تنزل برنامج في الايفون الا من خلال الابل ستور، والابل ستور وين هي مسويته عندها الابل نفسه، راح كان يسوي نسخه عنده. الحين كل شيء تنزله امه يشوفه وهي ما تدري،
ويا غافلين لكم الله. وقيس عليها. فأهم اليوم أولادنا اليوم أكثر وعيا منا نحن لما كنا بأعمارهم. إحنا سابقا عشان تطلع كاميرا جديدة في زماني وزمنك ننطر سنتين ثلاث. زمانك كم تاني مالي دخل. ليش ما بيني وبينك فرق يعني؟ بس علشان ما بيني وبينك فرق خلني أنتقل إلى فاصل ونتفاهم أنا وياك على قصة زمن كل واحد. فاصل قصير أعود بعده لمواصلة حواري في إضاءة مع ضيف الدكتور جاسم المطوع الخبير الاجتماعي والتربوي الكويتي وإن كنا من زمان واحد. حياكم الله في إضاءة مجددا أيها الإخوة والأخوات. لا يزال حواري هذه الحلقة مع الدكتور جاسم المطوع الخبير الاجتماعي والتربوي الكويتي. دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم على أن الأبناء أصبحوا يديرون بيوت أبائهم، صرنا حنا الأبناء ندير البيوت وأنتم الآباء ما تدرون وش اللي صاير، عشان أأكد أنه من زمانين بس. وش قانون 5 في 5 لحفظ الأبناء؟ 5 في 5 الله يسلمك، يعني هذا قانون كتبته بأنه في 5 علامات اليوم إحنا نعيشها لأول مرة في تاريخ البشرية نعيشها في التكنولوجيا، وخمسة الثانية هي 5 حلول لهذه المشكلة. الخمسة الأولى أنه صاروا أولادنا اليوم يعرفون أكثر من الآباء والأمهات، هذه أول مرة يصير في التاريخ أنه الأب والأم يتعلم من الولد. النقطة الثانية من الخمسة وهي أنه الأسرة اليوم صار ما عندها وقت تربي، مشغولة 24 في 24 ساعة على حتى الأم والأبو داخل البيت تشوف راسهم نازل وعلى تويتر قاعدين. رقم 3 أنه صارت العلاقة بين الجنسين ما تحكمها. أول أنت تقدر تحكم، الآن ما تقدر تحكمها. ليش؟ ما تقدر لأنه صار التواصل بمجتمعات افتراضية ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت ما تملك ولا تعرف. أنت لازم تعطي حق ولدك عمره 12 سنة لازم يكون عنده تلفون، وكون عنده تلفون شبك على التويتر والفيس وغيره. طيب شبك معناته في بنات وأولاد، إيش بتقول له؟ بتقول له يا ولدي بس سو فولو حق الولد ولا تسوي أن فولو حق البنت، يقولك خير إن شاء الله يا يبا، يروح يفتح حساب ثاني ما تدري عنه، ما تدري عنه، ما يحط ما يضيف إلا البنات. بس هذا هو ما يبي لها، يعني القضية ترى سهلة جدا. ولذلك طيب وش الحل؟ هل الحل إنه 5 حلول أنا كاتب؟ أي. 5 حلول. الحل الأول وهو أنه الوالدين لابد أن يعيشوا زمانهم، يعني كنا نقول عمر بن الخطاب يقول عيشوا لزمان غير زمانكم، يعني أنتوا عيشوهم زمان غير زمانهم حتى أنتوا. وبالتالي الوالدين لازم يصير عندهم وعي. علي بن أبي طالب يقول لا تجبروا أبنائكم على لا تأطروا أبنائكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانهم. في أكثر من رواية حقيقة فيها. الشيء الثاني أنه الأسرة لازم عندها تفاعل واعي، يعني أنت قاعد على العشاء، قاعد على الغداء، ماشي بالسيارة، سولف مع أولادك، خذ منهم المعلومة، شوف إيش قاعد يصير، أخذ وعطي. أنا وكيل وزارة كلمني مرة قال لي والله أنا خارج نطاق التغطية تماما في البيت. قلت له كيف؟ قال عندي 6 أولاد والله ما أدري إيش يسولفون على الغداء، والله ما أدري إيش يقولون. قلت له ترى الموضوع سهل. قال لي شلون؟ قلت له كلم ولدك الكبير قل له يا ولدي تعال علمني هالتكنولوجيا. شفته بعد 2 شهر كان يقول لي أبي أشرك قمت أسولف وياهم. لأنه صار الموضوعات مشتركة. تفاعل تفاعل تفاعل، احنا قاعد نروح حق التفاعل في التكنولوجيا، طيب خلي يصير تفاعل في البيت. الشيء الثالث لابد يكون عندنا تثقيف ديني صح. احنا كلنا خايفين من اولادنا وخايفين من الانحراف، طيب ليش الخوف؟ ليش نشكك في اولادنا؟ ليش 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 نفترض في بنتي الانحراف؟ ليش؟ يعني ما اسستها كويس يمكن، يعني وبعدين هم لا ليش افترض في ولدي الانحراف؟ انا اعطيه الثقه واقول له يا ولدي انت صادق وانا مربيك وتعبان عليك وأحسن تربيتك وما شاء الله عليك وأنت إيمانيا جيد وعلاقتك بربك جيد جيدة، عطى ثقة، عطى صدق، وبعدين عطى مشروع وعطى مسؤولية وحاسبة. أما تقعد تفتح عينك وتطلع عليه وتتجسس عليه وكل حتى لو ما يفكر بانحراف، والله بيفكر لأنه قاعد نتعامل معه بخوف. الشيء الرابع يصير امتحان قدرات، هل يستطيع تستطيع أن تراقبه؟ هل يستطيع أن يفلت من الرقابة؟ وغالبا يستطيع أن يفلت. هو غالبا يستطيع، ولذلك أنت لابد يكون عندك هامش تتحرك فيه. 1 2 لابد تكون عندك تربية من الصغر
أنه تربي ولدك لما يغلط يرجع لك وتكون في شفافية بينك وبينه ومع بنتك تسولف لك. أما أن هي يعني أنا من يومين عندي رسالة بالتويت، واحدة بنت عمرها 14 سنة تقول لي تحرش فيني عمي تحرش جنسي، شو أسوي؟ لا حول ولا قوة. طيب الحين هذه البنت سألتها أول سؤال، ليش ما تكلمين أمك؟ قالت ما أقدر، شو أقول حق أمي تحرش جنسي؟ شك فيني؟ شوف الجواب. قلت لها طيب كلمي أبوك، أنا متعمد أسأل هالسؤال. قلت لها يا بنتي عمرك 14 سنة كلمي أبوك. شو تقول لي أبوي وأقول له عمي أخوك أنا الغلطانة لأن عمي ما يسويها. قلت لها طيب أنت من أي بلد؟ قالت هي من أي بلد، عندي شوية علاقات سويت اتصالات وسوينا المهم شيء معين وقدرنا نوصل وقدرنا نعالج المشكلة، بس ما ودي أذكر التفاصيل هذه كلها. لكن الشاهد من هذا كله أنه هذه البنت وين تروح لما انعدمت الثقة بينها وبين أمها وأبوها وما في حوار ولا في تواصل، صارت عندها مشكلة. ولذلك ليش أنا أقول لك إذا أنت مساعدة ثانية يعني عن الطلاق، هذا سؤال دكتور جاسم المطوع، سؤال مهم. حالات التحرش التي تحدث إن شاء الله أنها مش غالبية لكنها موجودة، ويجب أن لا ندس رؤوسنا في الرمال ونقول ما عندنا حالات. لما تصير في حالة تحرش جنسي بطفل سواء خارج العائلة أو من داخل العائلة، بطفل ببنت، ماذا يجب أن يفعل الشاب أو الفتاة اللي يتعرض لهذا الموقف؟ هو في جزء من تدريب، يعني الولد من يصير عمره 4-5 سنين خلاص لازم أنا أبدي أشتغل توعية، لأن تعرف إحنا جزء من تربيتنا وهذا غلط أن الدولة متحملة كل شيء، الدولة تعلم، الدولة تربي، الدولة تعالج، الدولة حتى الكفن تعطيك إياه مجانا. فصار عندنا في عقليتنا أن كل شيء الدولة الدولة الدولة، فصار يعني الأسرة مفروض أروح أقول للدولة إذا تحرش أحد بي جنسيا. ولذلك شو اللي صار عندنا، صار أن الأسرة الآن تخلت عن مسؤوليتها وكل تفويض للمؤسسات الدولة. لكن تعال أقول لك الدولة ما تتحمل الطفل لست سنوات. طيب ست سنوات من يتولى، من يعلمه، من يربيه؟ وبالتالي أنت لازم يكون عندك نوع من التوجيه. يعني واحدة من التدريبات أنك تدرب الطفل من عمره 4 سنين تقول له في لمس صحيح وفي لمس خاطئ، واحد. اثنين تقول له أماكن اللمس في الجسم، في أماكن في الجسم ما تلمس خاصة وفي أماكن تلمس، أماكن حساسة وأماكن تمام. اثنين ثلاثة يا ولدي، وهذا يختلف من البنت إلى الولد تماما، يا ولدي أنت في المدرسة، أنت برا، أنت في الشارع، أنت في السوق، جاك واحد حاول ينزعك ملابسك، شو تسوي؟ عطى أفكار. عطنا أفكار يا دكتور، وش ممكن نقول لأطفالنا إذا جاء واحد وحاول مثلا ينزع ملابسك؟ رقم واحد أنك تصرخ بصوت عالي لأنه الصرخة تخوف اللي جاء. رقم اثنين يحاول الركض السريع في أي اتجاه، اركض يا ولد اركض. رقم ثلاثة أنك أنت تشوف أي إنسان كبير حولك، أي إنسان تروح تبلغش قاعد يسوي هذا فلان. هاي 3 إجراءات سريعة وحصلت، وأنا أقول لك إياها بكل صراحة. عندنا إحنا في العائلة أنا مرة كنت أسولف مع واحد ولد صغير وفعلا قدر الله راح المدرسة عشان ينشر هالمعلومات الثلاثة على أولاد الصف عمرهم 6 سنين، وبعدين إدارة المدرسة تكلمني بعد 4-5 شهور أنه واحد من الأولاد كان في تحرش جنسي واتخذ هذا التكنيك اللي هو صرخ، فقوم هذاك هرب. يمكن يزعلون عليكم مدارس التعليم لأنه مدارس تصير كلها صراخ بعدين. ليش هو تحرش كثير فيها يعني؟ والله يبدو لي أنه كثير لكن ما نعترف. ولذلك هو لابد مرة ثانية إحنا لحتى نكون أخ تركي يكون عندنا مؤسسات المجتمع المدني. اليوم إحنا أنت أي مشكلة عندك في الكويت ولا السعودية ولا الإمارات ولا البحرين ولا قطر ولا دول العالم الثالث في أفريقيا وآسيا كلها، عندك مشكلة وين قاعد تروح؟ أنت ما عندك مؤسسات. يعني في تجربة الأردنية حقيقة تجربة جيدة، مثل ما عندهم مجلس وزراء راح أسووا مجلس ثاني، جابوا كل الوزراء ودخلوهم بالمجلس الثاني، صار في مجلس وزراء قرارات سياسية والمجلس الثاني مجلس مهتم في الأسرة والأعضاء فيه الوزير الوزراء، وبالتالي صار إذن مجلسين قاعد يشاركون في الوزراء. لأنه غالبا مجلس هذا المجلس يغيرون رئيسه كل أسبوعين زي المجلس لا ما يغيرون رئيسه لأنه هذه قضايا اجتماعية وتربوية وحقيقة جيدة، وأنا زرتهم وشفت نتائجها. لكن أنا اللي بوصل لوين أنه دائما اجتماعات مجلس الوزراء دائما الأولوية عندهم الجانب الأمني والسياسي، يهتمون في وزارة الداخلية وزارة والجيش وعندك الأمن. طيب وين راحت الصحة؟ طيب وين راح التعليم؟ طيب وين راحت قضايا الشباب والبطالة؟ زين وين راحت قضايا الأسرة؟ الآن أنا بالنسبة لي الطلاق ما هو مشكلة، ترى أنا تسألني اليوم أقول لك الطلاق ما هو مشكلة.
المشكلة في الأسر المرشحة للطلاق أصعب طبعا، وهني نحتاج دراسات رصد مؤسسات. ليش الطلاق مش مشكلة والأسرة المرشحة للطلاق؟ لأنه اللي طلق طلق انتهى الموضوع، حين احنا ندخل معاه في حياة جديدة، حياة جديدة. لكن اللي بيطلق السنة الجاية واللي بيطلق السنة اللي بعدها واللي بيطلق بعد 5 سنين لازم من الآن أشتغل أنا، ومن الآن لازم يكون عندي مجسات اجتماعية وأبدي أنا أكتشف وأعرف. لكن أنا أقول لك الآن لو أي إنسان بيسوي أي مشروع اجتماعي وين يروح؟ يعني عندنا بنك اسمه بنك التسليف، عندنا بنوك تجارية، بنك زراعي، بنك صناعي، بس ما عندنا بنك أسري، ما في بنك التنمية الاجتماعية، ما في يهتم لأي مبادرة اجتماعية داخل بلداننا، لا بد يروح. بعدين تعال أقول لك، يعني إحنا في دول العالم النامي في آسيا وفترة عندنا مبادرات فردية ومبادرات ذكية جدا. يعني خذ عندك مثلا نموذج دكتور عبد الرحمن سميط الله يشفي، نموذج مبادرة في العمل الخيري الفردي، وشوف المشاريع اللي عملها في أفريقيا خلال 35 سنة وما كانت بدعم من حكومة. هذه التجربة لو في أوروبا ولا أمريكا لكانت درست في الجامعات. هم عندهم فرويد راح أمريكا الجنوبية سوى تجارب على الحيوانات، طلع نظرية درست في الجامعات وهي مبادرة فردية من فرويد. طيب عبد الرحمن سميط مبادرته الفردية هذه نقل لك العمل الخيري، أحيا لك قارة كاملة، مشاريع ضخمة، ولا حد سائل ولا حد شايف مثل نموذج عبد الرحمن سميط. أنا أقدر أسطر لك الآن مئات النماذج في 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 الكويت، في البحرين، في الإمارات، في قطر، في السعودية. طيب هذه المبادرات وينها إذا ما عندك بنك اسمه بنك تنمية اجتماعية يدعم هالمشاريع، يدعم هالمبادرات حتى تساهم في نهضة المجتمع ونهضة البلد. طيب الخمسة خلصنا من الخمسة، خمسة خلصنا من خمسة، إن شاء الله خلصنا. طيب خمسة خمسة. خلينا ننتقل إلى قصة ثانية دكتور. أيضا في حوارك مع زميلنا الأستاذ عبد الله مديفر في روتانا خليجية في الصميم تحدثت عن مصطلح الشورى، وأكدت في ذاك الحوار على أنه مصطلح الشورى مصطلح حياتي وليس سياسي. قلت أن الشورى مصطلح حياتي ومش مصطلح سياسي، وأنه لو الإنسان تأمل لوجد أن القضية الاجتماعية والتربوية هي سر نجاح السياسة والاقتصاد مثل ما أشرت قبل قليل. وش قيمة الشورى؟ كيف يمكن للشورى أن تكون حياتية أكثر من كونها سياسية؟ هي الله سلمك الشورى أساس ومنهج في الحياة. يعني من يوم الطفل يكون صغير وإحنا ناخذ رأيه، مو بالضرورة نلتزم برأيه بس ناخذ رأيه حتى ندربه على الحوار وندربه على إبداء الرأي. ولذلك كثير من الأسر تشتكي من العناد، وأنا عندي وجهة نظر في العنيد. أنت عندك مقال أنه كيف يمكن أن نتعامل مع اللي راسه يابس، العنيد اللي راسه صحيح فعلا. وأنا عندي وجهة نظر حقيقية في العنيد. العنيد هذه أنا أشوفها صفة إيجابية، أنا ما أشوفها سلبية. والعنيد معناته عنده رأي، والعنيد معناته عنده موقف، والعنيد معناته إنسان عنده إصرار. وبالتالي إذا صار الإنسان عنيد هذا يكون جيد أني أنا أتحاور معه وأخذ. قضية الشورى في مثل هذه الأجواء تكشف لك الناس وتعرفك عليهم. فالقضية ما هي قضية سياسية فقط، الشورى هو مبدأ حياتي كامل. تتشاور أنت مع زوجتك، تتشاور أنت مع أهلك، تتشاور مع والدينك، في كل حياتك أنت لازم تمشي على الشورى، وهي قضية أساسية، وهو البديل، البديل الديمقراطية اللي موجود كبضاعة غربية صدروها لنا. لكن احنا بضاعتنا مختلفة تماما وفيها حيثيات كثيرة. طيب هل ترى انه الأسرة تفتقر الى موضوع الشورى؟ جدا. اليوم احنا اما بمنهج انا ربكم الاعلى اللي الاب اللي يحدد كل شيء، ابدا ابدا ولا حد ياخذ رايه اصلا، حتى على مستوى الرحلات بالصيف بيونس اولاده وزوجته، هو يخطط، هو يقطع تذاكر، هو يخلص، هو يرتب، هم ما يدرون وين رايحين. هذا على مستوى الترفيهي، هو يعتقد انه شايل الحمل عنهم. بس هذا غلط، هذا غلط، هذا قاعد يربي الاولاد تربيه دكتاتوريه، وبالتالي هذا تحول لرجل عسكري داخل البيت، افعل ولا تفعل. وهذه التربيه تربيه تدمر. بينما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل حياته كان ياخذ ويعطي في الجوانب الاقتصادية والسياسية والتربوية أبدا، يعني كان حتى يتحسس، يعني يدخل على السيد علي، سيدنا علي بن طالب وفاطمة رضي الله، يدش بينهم بين الفراش يقول لها وين زوجك؟ قالت له نايم في المسجد. شوف هذا لما قلت لك أنا نحتاج إلى دراسات استشرافية قبل لا تحدث المشكلة، تكون أنت شام ريحتها وعارفها
وعندك الحلول لعلاجها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شلون يستبق الأحداث. وين ريلج؟ قالت له بالمسجد. قال ليش نايم في المسجد؟ ها هذا بيته وينام في المسجد، ليش نايم في المسجد؟ فراح للنبي صلى الله عليه وسلم شافه ولا ها والتراب مأثر عليه، قال له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. وصارت أبا تراب. وكان في خلاف بين سيدة فاطمة وعلي بن طالب، فالرجل لما زعل خرج رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجعه وقعد بالفراش مرة ثانية وحط إيده عليهم وجمعهم مرة ثانية ودعا لهم. شفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أن أحول إلى مؤسسة عندي في مجتمعي. أنك تجيب من الناس وتدعي لهم؟ لا ما أدعي لهم، نحول إلى مؤسسة تستشرف المستقبل في المشاكل اللي راح تصير. ومن الآن أنا أعالج، ومن الآن أنا أرسم. تعرف أنا لما رحت تركيا شفت تجربة عندهم، تكلمنا على تدريب الأمهات. عندهم سنويا في اسطنبول يدربون 500,000 امرأة حمل. علشان يدربونهم؟ إذا جاء الولد كيف تربينه وتتعاملين معه. وش رأيك نحكي عن جية الولد بالفاصل اللي بعد إن شاء الله المقطع. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده للحديث عن تجربة تدريب الأمهات مع الدكتور جاسم المطوع الخبير الاجتماعي والتربية الكويتي. بقوا معنا. حياكم الله في إضاءة أيها الأخوة والأخوات. لا يزال حواري هذه الحلقة مع الدكتور جاسم المطوع الخبير الاجتماعي والتربوي الكويتي. دكتور جاسم، قبل الفاصل قلت لي أنك رحت إلى تركيا واكتشفت تجربة تدريب الأمهات، يجون للحوامل 1500 حامل. نص مليون سنوي. والله سويت تخفيضات أنا من نص مليون إلى 1500 سنوي. ولذلك شوف تجربة تركيا حقيقة في العمل الاجتماعي يعني تجربة رائدة والتجربة يعني متميزة جدا. عندهم أكثر من 13 خدمة اجتماعية يقدمونها، بدءا بكبار السن وانتهاءا في رعاية الحيوانات، لأن رعاية الحيوان هي تعتبر خدمة اجتماعية. يعني حتى كبير السن عندهم مشروع له، يشوفون كبار السن وين تربى لما كان صغير وطفل، يشترون له بيت في نفس في الحي اللي تربى فيه، يقولوا له ايوه هذا بيتك، هذا مسجدك، هذا مكانك. نفسيته ترجع وتتعافى. ففي مشاريع كثيره اجتماعيه ممكن احنا نقوم فيها. الحين احنا ما نبي نشتري بيت للكبير، نبي نشتري للي تو متزوج مسكين ما عنده بيوت. مو انت مره ثانيه، انت اللي صار عندك في المجتمع اهتمام في الجانب الاجتماعي، ثق تماما اخ تركي انه راح يصير عندك تقدم غير طبيعي. طيب استثمار. وش يدربون يا دكتور جاسم مطوع الامهات عليه؟ في كيفيه التعامل مع الطفل الاول، وكيفيه تربيه هذا المشروع، لانه هذا المشروع قد يكون قائد في المستقبل. وبالتالي كيف احنا نصنع القيادات في المستقبل وكيف ندربها. ولذلك اول 4-5 سنوات تتولاها الام في التربيه، بعدين يدخل الاب في التربيه. ايش عندكم مشاكل؟ ايش عندكم دعم؟ وهذه كلها تجارب احنا قاعدين نعيشها وقاعدين نشوفها. ليش نروح بعيد؟ نروح امريكا ولا اوروبا؟ تركيا كاهي قريبه منا وتجاربها ناجحه، سواء على مستوى الافراد او على مستوى المؤسسات في العمل الاجتماعي المتميز. جميل. طيب نرجع لموضوع العناد. موضوع العناد في مقالك العنيد الراس اليابس في 19/3/2012 قلت لازم نفرق بين نوعين من العناد. الاول عناد الموقف، غالبا يكون مؤقتا بناء على رده فعل من موقف معين تجاه الزوجه والزوج في الاصل، والزوج أو الزوج في الأصل ليس عنيدا. والثاني نسميه عناد الطبع، وهو أن يكون عناده قد نشأ عنده منذ الصغر، وهذا علاجه صعب، يأخذ وقت طويل ويحتاج إلى صبر. هل تشوف أن العناد ينبت مع المراهقة؟ هو العناد يبدأ من السن الثاني، يعني من سنتين إلى 5 سنين، هذه مرحلة خروج العناد وظهوره، بعدين يرجع مرة ثانية وبقوة من 12 إلى 16 سنة. يعني هي مرحلتين يمر فيها الإنسان، تشوف أنه الظاهر فيه العند، لكن العند هو خلق مكتسب. يعني إذا صار الأب عنيد ورث العيال عند، إذا صارت الأم عنيدة ورثها. المرء على دين خليله من حيث الصداقة، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإذا هذا كله عبارة عن
تقسيم للعند، لكن في عند موقف وفي عند طبع، شيء مرتبط بحالة معينة. حالة معينة يعني أحيانا أنت تقف موقف أنت تعند فيه. أي بس مو مش كل شيء أنت عنيد فيه. لا أنت مو بكل شيء، لكن هذا أنت متخذ فيه قرار. بهالموضوع أنا بعند، لكن أنت كشخصية أنت لست عنيدا. لكن في عناد، لا عناد عناد خالف تعرف 24 ساعة هذا موضوع آخر، وهذا يحتاج له طبعا علاج ويحتاج لحوار. البعض يرى أنه العناد قيمة، وهذا اللي قلت لك أنا من شوي، أنه هو ما يكون عنيد إلا وعنده رأي ويكون شخص متصلب. ولذلك أنت الآن أغلب المنجزين في العالم والناجحين في العالم عندهم تصلب في الرأي، فعنده هدف، يعني مثل طابع البريد لاصق بالبريد لما يوصل أبدا ما يتنازل ما أبدا. فاللي عنده عند وإصرار قوي لكن يتوظف بالجانب الإيجابي ممكن يحقق لك إنجازات عظيمة في الحياة. جميل. أيضا تحدثت في أحد مقالاتك دكتور جاسم عن 10 نقاط موجزة تعتبر أنها لا يمكن شراؤها بالمال. نعم. 10 أشياء لا نستطيع شراؤها بالمال، نشرت في موقعك الإلكتروني dr.jasim.com. منها الصديق الوفي، احترام الناس، الإيمان بالله، حب النبي، وأضفت أن السعادة في داخل النفس لا في خارجها، إلا أن وسائل الإعلام وحديث الناس تركز على أن السعادة بالمال، ومن يملك المال يملك كل شيء. ليش برأيك هيمن المال على تصور السعادة على الأقل عند الناس؟ هو الله يسلمك، لأنه نحن نستورد البضاعة الغربية. الغرب عندهم المال رقم واحد، بل المال أحيانا يدخل بديل عن الرب تبارك وتعالى في العقلية الغربية. لا نعمم، لكن هذا جزء من الفلسفة اللي هم مؤمنين فيها. وبالتالي شوف هم دائما يسعون للقضية المالية. حتى الإحصائيات، من أغنى أغنياء العالم، وكل سنة في بورصة، وكل سنة في تنافس. فأنت الآن حتى أطفالنا الصغار يقول هو ما بيأكمل دراسة، والله أنا بصير مغني. ليش؟ يدخل فلوس أكثر. لا ما بيأكمل دراسة، بصير لاعب رياضة. ليش؟ يدخل فلوس أكثر. فصارت قضية يدخل فلوس أكثر. بس والهدف المالي صار في بعد ما صار في بورصة للدعاة، ممكن الواحد بيصير داعية لأنه يدخل فلوس أكثر، بس ما يوصل مثل مغني ترى. يعني بس في النهاية حتى مثل لاعب رياضة. حتى هذول صار فيها، يعني صار فيها هالحين أرقام. قصدي أنه حتى الجانب الديني دخل عليه هذا الموضوع. ولذلك حتى الجانب الديني الآن مبتلى في دخول النظام الرأسمالي في أيديولوجية الفكر الديني نفسه، وهذه إشكالية ثانية إذا حبيت نسولف فيها. لكن مرة ثانية، هي عبارة عن بضاعة مستوردة في الجانب المالي، وهذا الجانب المالي صاير الآن فلسفة وصاير نظام. حتى في الزواج يبيع البنت بيع كم تدفع مهر، كأنك قاعد يبيعها، وهذا جانب مالي، وجانب مالي حقيقة ضخم جدا. المقابل إيش هو المقابل؟ المقابل هو أنك أنت تكون منسجم مع ذاتك ومع نفسك. الغنى غنى النفس مو غنى المال. وبالتالي كل ما استطعت أنت تنسجم مع نفسك وتمتلك هذه المهارات والمواهب اللي هي سر غناك، كل ما أنت كنت سعيد. أنا أعرف ناس يملكون ملايين لكن ما تغمض عينهم بالليل، وفي ناس على بساط الفقر يلتحفون السماء وينامون على التراب مرتاح مرتاح وعلى الرصيف مرتاح. فالقضية ليس قضية مالية ولا شم عندك من أرصدة أبدا، هي قضية راحة في النفس. والراحة هذه تجدها من خلال الإيمان، هو رقم واحد. الدين مريح جدا، اللي يجرب الدين ما يطلع منه ولا يتركه، لأنه فعلا الدين مريح ويعطيك نوع من السكينة ونوع من الراحة، وهذا حقيقة أساس يعني عظيم جدا. لكن النظرة الغربية هي اللي تسوق لك المال بأنها هي رقم واحد. طيب. في نفس الموقع لك مقال أيضا عن 10 كلمات تدمر نفسية الأطفال. نعم. فيك تقول لنا وش هي هالكلمات اللي تدمر؟ أنا كاتبها حقيقة أمامي، يعني 10 كلمات. الأولى ذكرتها الشتم. أن الأب والأم يكثرون الشتم. 2 يشتمون الطفل. يشتمون. نعم. 2 المقارنة، أتي تقارن بأخوه ولا بأخ، لا فلان أحسن منك فلان أحسن. طبعا منك. الشتم، وفيه قاموس من الشتائم ممكن دخل فيه. نعم، قاموس كبير جدا. المقارنة منها. مقارنة أنه شوف فلان أخوك أحسن منك، أو أحيانا مقارنة ولد عمك أفضل منك. والمقارنة سلبية جدا جدا سلبية. التربية جدا سلبية. أنت قاعد تدمر ذاته، كأنك أنت ما اعتبرته موجود. 3 الحب المشروط، أحبك لو فعلت كذا، يعني حتى أحبك مصلحة، يعني أنت يا يبا مو حابني حب صجي. هاي تدمر تدمر. يعني وش الحل؟ أني أقول له أنا أحبك بس ما أحب فيك تصرفك السيء. تفصل الذات عن السلوك.
وبالتالي لما تفصل الذات عن السلوك تستطيع أنك أنت تتعامل معاه بأريحية. أربعة، أنك تعطيه معلومة خاطئة، يعني ولد قاعد يبكي تقول له الرجال ما يبكي، من قال لك الرجال ما يبكي؟ معلومة أصلا غلط، المعلومة ما صح، ما هي صح. أبو بكر الصديق أصلا كان من أوصافه كثير البكاء، والنبي كان يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على طفله، فأنت قاعد تعطي معلومة غلط، وبالتالي هذه تدمر التربية والبنية الأساسية بالنسبة للأولاد والبنات. هذا الولد ينني، لا مو صحيح، ما يننك، ما شاء الله بكامل عقلك شلون يننك، هذه معلومة غلط، هذه تدمر. من النقاط الإحباط، أنك أنت تبدي تغرس فيه، تستهزئ بسمنته، مثلا لو عندك ولد سمين تستهزئ بسمنته، ولا تستهزئ بكسله، ولا تستهزئ بكثرة نومه، ولا بشكله، ولا بشكله، أنت قاعد تدمره. من النقاط اللي كتبت في المقال التهديد، أكسر رأسك، أشرب دمك، أنا أذبحك. هذا مو أبو، عدو. أي والله عدو، هذا حتى إسرائيليين ما سووا لهم شيء. المنع الغير المقنع، يستأذنك، لا، ليش لا، لا يعني لا، طيب ما خالف، لا بس ليش لا، لا قلت لك لا، ولا يقول له أبو كيفي مزاجي مثلا. الدعاء عليه، وهذه حقيقة إشكالية ثانية، تدعو عليه، وفعلا وأنا عندي قصص كثيرة، والأمهات أكثر شيء يدونها، لابد من ضبطها، لابد من ضبطها، أنه الله لا يوفقك، الله يأخذك، الله أنا عندي أعرف أم عندنا في الكويت، يعني عصبت على ولدها، قالت له روح عسى ما يتبعك ولد، هذا الريال عقيم، لا عنده 10 بنات، كل ما تحمل زوجته بنت، راح تزوج ثانيها بنت، راح طلع، يعني الدنيا تدمرت في حياته، أخذ ثالثة بنت، وتوفى وما مشى بجنازته ولد على دعوة أمه. ولذلك بس وقف زواج، نعم أقول الله يرحمه، وقف زواج آخر شيء، يدور العيال بالزواج يعني على أساس أنه نعم. من النقاط الفضيحة وهي العاشرة، أنك تفضحها، تروح قدام الجد والجدة، ترى ولدي سوى كذا كذا، مسكين يصير وياها الكبر. هذه كلها عبارة، يعني ترى على فكرة جمعيات حقوق الإنسان في العالم تصنف اللي قلتها أنا كلها عنف، وتؤسس عليها جمعيات ومؤسسات. ليس عنفا فقط بالتصرفات، قد يكون لفظيا، كل ما يجرح الإنسان حتى ولو معنويا يصنف عنف. لكن لما تي إحنا الآن ندعي نحن أننا مسلمون، ونضع هذا الوضع على مسطرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده، ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هالعشرة وحدة، بل بالعكس، أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يغلط الطفل يغض بصره عنه، وكان يوجهه توجيه حكيم. فإحنا نعم نقول نحن مسلمون، لكن في واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا التربوي نحن بعيدين كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة نقطة في غاية الأهمية، لابد من إحيائها ولابد من نشرها بالطريقة الصحيحة. جميل دكتور، خليني أنتقل إلى تغريدة كتبتها حضرتك في تويتر، وأنت ناشط في تويتر، قلت فيها أنك قمت بعملية حسابية لأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة المبشرين بالجنة، وجدت أن أكثرها أقل من 140 حرف كما هو معمول فيه في تويتر، وهذا يفيد أن كلامهم كان قليلا إلا أنه كان مؤثرا ومغير لمن حولهم لسببين، الأول إخلاصهم في الكلام، والعمل الثاني، والثاني هو التوضيح والتركيز مع قلة الكلام، حسب ما جاء في مقال لك نشرته على موقعك الإلكتروني تحت عنوان تغريدات الصحابة على تويتر. كيف تجربتك مع تويتر يا دكتور؟ والله طبعا أنا في البداية كنت متردد صراحة أني أدخل في التويت، لأنه عبارة عن التزام، واحد. اثنين، أراها ما هو من الصواب، يعني شخص يتواصل معك وأنت ما تتواصل معه. فظليت فترة طويلة أنا ما دخلت لتويتر بالذات، يعني لعلي دخلت شبكات ثانية بس لتويتر بالذات أنا تأخرت. بعدين قلت خليني أنا أعلن سياستي وأدخل، شرطي بالضبط، بشرطي. فاللي بييني بشرطي أهلا وسهلا فيه، هذا حب مشروط بس من طرف واحد. وفعلا قلت يا ناس أنا بدخل في التويتر، بس رجاء تسامحوني، ما أقدر أرد على الجميع، أرد على البعض وليس الكل. على أي أساس تنتقي البعض؟ حسب ما يتيسر لي من وقت، واحد. اثنين، غالبا أنا هم يعرفون غالبا في الصباح الباكر أرد، يعني الساعة 6:30، يعني اللي يوافق الساعة 6 رد علي بالضبط في الغالب. أما من ندخل في جدول اليوم يصير صعب، يعني يصير صعب أني أرد. هذا واحد. اثنين، موضوع التويت، وأنا حقيقة سويت فعلا دراسة لأقوال الخلفاء الراشدين،
واكتشفت أنه فعلا أقوالهم أقل من 140 حرف. فقلت يا أثر هم يغردون من زمان قبل الله احنا نغرد في التويتر. وفعلا من يتتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه بسيط وموجز وواضح، البلاغة في الإيجاز، والبلاغة بالإيجاز فعلا. فالشاهد من هذا كله احنا اليوم مبتلين بكثرة الكلام وكثرة البرامج وكثرة الخطب. أنا عندي ولد أختي رحت معاه خطبة جمعة ذاك اليوم، الخطبة 35 دقيقة، طلعت وهو تعرف ولد أختي عمره 12 سنة من الجيل الحالي، قلت له ها شلون الخطبة؟ قال خالي صراحة أنا تعبت نفسيا تعبت. قلت له ليش؟ طويلة. قال 35 دقيقة وما في تفاعل، هو متعود على التفاعل تعرف، 35 ما في تفاعل. قلت له تبي الصج؟ ترى الخطيب غلطان. قال شلون؟ قلت له لأنه أنا حسبت خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحسبتها بالتوقيت ما تتجاوز 7 دقائق، 6 دقائق بالكثير، ما فيها زبد أبدا. حادثة الإفك، حادثة الإفك اللي هزت المدينة 30 يوم، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجاوز 70 كلمة، يعني 4 تغريدات 5 تغريدات بس. وهذه حادثة إفك هزت جانب سياسي وجانب أمني وجانب اقتصادي، لكنها أبدا ما في الخطب. تأكيدا على أهمية الإيجاز مضطرين ننهي البرنامج يا دكتور، وهذه فرصة طيبة وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. شكرا لك دكتور، وإن كان الحديث لشجون وبارك الله فيك. شكرا. تسلم. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا يفجر الإرهابيون أنفسهم؟